شكلت هذه دوك نسمعوا دوك نسمعوا دوك خلينا نسمعوا. مساء الخير درصاف عامر. مع السلامه اخويا لاباس. نقدموك انت درصاف عامر، روائيه تونسيه مقيمه في لندن منذ 2016. درصاف عامر، اتصلتي بنا على الخاص وقلتي انك عندك معلومات حول مسلسل ولاد الحلال اللي يفوت في الجزائر، واش تقدري تضيفي لنا اكثر؟ هل بالفعل الفكره تاعك والسيناريو تاعك؟ اي بطبيعه، على هذيك اتصلت بالحصه، واني قلت لك من قبل اني كلمت في البريفي على الباج نتاعي تاع الفيسبوك، ابعت لهم. شكون كلمتي؟ المخرج؟ كلمت المخرج نصر الدين السهيلي. نعم، حكيت معاه على الباج نتاع الفيسبوك وبعت له زوج حلقات سينوبسيس. وش نظن شاهدتي المسلسل اللي يعرض في الجزائر بالطبيعة. ولا لا؟ وش نفس الفكرة، نفس السينوبسيس، نفس اي بالضبط، كل شيء بالضبط. يعني انا بعت له زوج حلقات، يعني الفكرة زوج خواح وصوا على اختهم. اي وش العنوان اللي كنت عاملاته الشارع الحلال، وحنا عندنا الان ولاد الحلال. اكزاكتومون. وش هي الخطوات اللي راح ديريها في يعني المستقبل؟ يعني انا تغششت برشا خويا زبير، يعني انا تغششت برشا. يا اخي كيفاش قادرين ياخذوا ليدي نتاعي انا اصلا وعاملين فيلم وعادي نورمال؟ تغششت وانا مصره باش نرفع دعوه قضائيه هوني في تونس. دونك راح تكون دعوه قضائيه لمستوى تونس. اي بالطبيعه ما هو شيء مش نورمال. وكوني يعني عندك أدلة، عندك المراسلات اللي كنت تواصلتي مع المخرج نصر الدين السهيلي؟ بالطبيعة عندي كل شيء مسجل على الفيسبوك متاعي، كانت حاب نبعت لك من بعد على البريفي متاعك، ما فما حتى مشكل. وش رأيك في ولاد الحلال ويفوت في الجزائر؟ اي ما هو ماني قلت لك ليدي مش متاعهم جملة، ليدي متاعنا وما باش نعملوا فيلم. ويا أخي قاعدة باهتة في الحكاية هذه، ما نكتبش عليك خويا زبير. طبعا الاخت درصاف عامر راح نتواصلوا معاك، وربما راح تكوني ضيفه معنا ان شاء الله. انت وقتاش تهبطي لتونس من بريطانيا؟ هاني قاعده في تونس، راني في تونس قاعده باش نعدي رمضان في تونس. انا تقومي بالاجراءات القضائيه؟ بالطبيعه نعمل كل شيء لازم ان شاء الله. درصاف عامر ان شاء الله نستدعوك للجزائر وتكوني معنا حاضره، وتردي على المخرج والمنتج الجزائري ان شاء الله لفيلم او مسلسل ولاد الحلال. شكرا لك. يعيشك رمضانك مبروك خويا زبير. الله، ما هو تعليقك على على المكالمه هذه سمعتها دوكا؟ بون سيتي مسافر درصاف عامر درصاف عامر، هذه مسكينة من تونس. لا لي ما باش سمعت ديجا بها ولا ما تعرفهاش؟ لا لا لا، هذه درصاف مسكينة بالك مدبرسها باسكو سي دو تري تري غاف اكوزاسيون. فوالا بصح هذه كيما دير الباين. زبير وين لقيتها؟ كيفاش اتصلت بك؟ لا لانه الصحافه التونسيه تحدثت على هذا الشيء، انباء تونس تكلمت على هذا الشيء ودارت تحقيق كامل، وين عنوانته باولاد مفيد اولاد الحلال النسخه الجزائريه لمسلسل اولاد مفيده، وحكيت اشياء كثيره وجبدتها الدرصاف عامر ولا كونتاكتي سو فيسبوك. بعثت لك السيناريو باش نشوفوا اسكو سي لو ميم او با. بعثنا لزوج حلقات تاعهم وين اسم سيدي راه زوج حلقات و 28 حلقه. كيفاش دوك نسمع عبد القادر الجريوي هضرنا على هذا الشيء؟ شو انا مدابيه تكونتاكتيني هذه درصاف زعما اللي راهي هنايا عندها سيناريو كاع، باسكو انا قلت لك خمس حلقات الاولى كتبتهم رفيقه بوجدي، وهذه رفيقه انا مدركه تونسيه. مستحيل رفيقه، هذه امراه نزيهه جدا ومراه ما تبغيش ميم با تبان مسكينه وكاع. اي ساميتون كو هذه ماشي ممكن هي اللي مدت الرفيقه ويعطتهم المخرج. جو بونس با هاد الناس على بالك يكون كاين نجاح بزاف، الناس تبغي تتبناه وكاع، وفي لابوا نتاعها باينه باللي هذه عامر سموها درصاف. قول عامر خويا. عامر درصاف. عامر خويا سمعتي؟ زبير خويا هضر معاها. زبير رنا. دونك حاب تقول بلي شغل تو ديمونتي كاع واش تقول؟ بصح رايح لاجوستيس، راهي تقول لاجوستيس الله يسهل كاع، اوني لا الله يسهل عليها. نو، مي شغل جو بونس ميم لو كان تروح لاجوستيس سي كونتر المخرج ماشي كونتر لي زاكتور. Non, on est tous concernés. Je suis concerné par le scénario. Rafika Boujdi. Vous avez travaillé sur le scénario, tu m'as. Oui, bien sûr, j'ai travaillé sur le scénario. Ou quand au courant, je suis au début. Donc, impossible de dire ça parce que Rafika, elle a dit que Rafika,
عمياء راك فاهم هذه رفيقه كاتبه سيناريو خدمت ديجا معاها ولا رفيقه ولا لقيتها نو نو لا لا بريمير فوا مي كي الناس كي تشوفهم تعرف بلي هذه محترفه ومراه استاذه جامعيه ونزيهه مستحيل تدير مثل هذا شوف لا انا عبد القادر بصح قال لك عندها ادله وبعثتهم في فيسبوك لا حاجه مهمه انا اللي بغيت نقولها واش هي ان عبد القادر عجبني من يدافع على العمل تاعي هني بقوه هو 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 البطل في العمل تاعه الاب الروحي يعني وامن صح بالعمل وهذه انا كما يقول لك نحتارم فيها من انا في اكوت ريان كلا الانترفونسيون تاعو فوهران باكس اون دي بوكو هذه 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 تاكد باللي دوك اللي صرا دوكا سي كاميرا كاش